بعد هذا الفاصل عرفتم انه ضيفي معايا اللي بحنجرته افرح الكثير من العراقيين وابكى الكثير من العراقيين بحبه للعراق، الاستاذ والمعلق خالد الحدي. حياك الله استاذ خالد. الله يحييك في هذا الوطن ومشاهدي وطن. سعيد جدا بكل تأكيد بهذه الاستضافة. مثل ما قالوا الأخوان، تكلم عن أكثر من 40 سنة أن تقام خليجي أو هذه البطولة العزيزة على الخليج حقيقة في العراق. سعيدين بتواجدنا فيها، وإن شاء الله أيام العراق كلها أفراح قادمة وما تكون فيها أي أحزان بعد ذلك إن شاء الله.